تخيل معايا تكون زوج بمرتك وعايش بخير معها وعندك وليداتك وانت خدام في مدينه ومخليهم في مدينه اخرى وتاقف مرتك ديال بصح، وواحد النهار كتكون خدام وصحابك معاك وكتشوف صحابك كيضحكوا بحال هكا، وكيجي واحد من دوك صحابك ويقول لك واش هادي هي مرتك، وانت كتمشي كتهز التليفون وكتشوف مرتك في المواقع الزرقاء. باش غادي تحس؟ باش غادي تحس انت كراجل كزوج؟ فاليوم غنعاود لكم القصه ديال الراجل المسكين اللي حصل مرتو في هذا الموقع هذا، والدمار اللي حاس به والبكاء اللي حاس به. فريمون انا بقى فيا في داكشي، علاش بغيت نعاود القصه ديالو. جالس حدا واحد الاصدقاء ديالي في العمل كيقلبوا على الزوجات ديالهم حتى هما سامعين الخبر بحال هادشي اللي انا طحت فيه دابا. فالقصه ديالنا كيفاش دابا هاد السيد هذا اللي كان خدام في واحد المدينه اخرى، كان خدام بخير ما خصو حتى شي خير. المهم السيد رجل خدام بدراعو، كان ديما كل شهر كيصيفط لهاد المرتو واحد البركه ديال الفلوس باش باش يعيش مرتو وولادو. يعني شوفوا داك الروتين العائلي ديال اغلب الاسر المغربيه المتواضعه كيمشيو عليه، يعني السيد خدام باش ان يكبر ولادو داكشي. فما علينا الاخوان، كان ديما كيمشي مره في الشهر مره في شهرين باش يزور مرتو داكشي، والحياه غاده. واحد النهار قال لك واحد النهار كان في واحد في الخدمه ديالو كانوا الدراري صحابو وما ديما فيهم داك التقشاب وداكشي، فغينوض واحد فيهم غادي يدخل داك الموقع اللي على بالكم، فغادي يقلبوا بحال هكا حيت ولات واحد الطوندونس الاخوان باينه معقوفتين، ولاو بزاف وما كنعموش ولاو بزاف ديال العيالات كيديروا هذا الموقع هذا باش يدخلوا منه الفلوس. لان يعني الموقع هذا داير بحال يوتيوب واش كدير فيسبوك، كدير فيديو وداك الفيديو كيخلصوه كيديروا فيه داك دوك الادسنس ديالهم، وانت كتخلص من داك الفيديو وخلاص مجهد ديال بصح، يعني خلاص طالع تريبل ولا ما اكثر بارابول يوتيوب وفيسبوك، لان ما كاينش واحد المنافسه. فولاو العيالات بزاف، ولاو بزاف ديال الرجال كيحصلوا عيالاتهم كيديروا هاد النوعيه ديال الفيديوهات، يا هما بوحدهم يا كيمشيو مع رجاله. فولاو ضروري مره يقلبوا يشوفوا واش شي مرت راجل فيهم دايره هاد البلان هذا. فما علينا، كيقلبوا بحال هكا واحد فيهم غادي يعرف هذيك السيده اللي كاينه في داك الفيديو مع واحد افريقي راه مرت هذاك فلان اللي خدام معاهم، فغادي يحكر غادي يحكر يقول اه هاد فلان هادي راه مرت خونا، يقول لهم انت اش كتقول؟ اه راه مرت خونا هاد فلان هادي. فغادي يعيط لخونا غايقول لي اجي تشوف واش هادي مرتك، غادي يهز التليفون غايقول واش هادي مرتك. خونا غيبقى يشوف بحال هكا وغيبقى في الاول كيما كيقول هو كيف ما كيعاود كيقول لك في الاول هو تصدم تشونكا كيقول ميمكنش انها تكون هادي مرتي. بقى كيعاود الفيديو شحال من مره كيقول ميمكنش هادي تكون مرتي، ميمكنش مرتي اللي انا كنتاق فيها ومرتي اللي حيتاش هو كيقول بلي كان دار ثقه عمياء في المراه ديالو. يعني اخر حاجه كان كيتوقعها هو ان مرتو دير لي هاد البلان هذا، فهمتي؟ ميمكنش. فبقى كيعاود في الفيديو لقاها زعما شحال من فيديو من غير داك الفيديو، وهو فهمتي دقق في التفاصيل، وانتم عارفين الزوج ضروري ما كيعرفش التفاصيل ديال الزوجه ديالو ودوك المسائل. فغادي يمشي هو طلع مريقل في هذا البلان انه ما دار حتى شي حاجه اللي خايبه اللي راكم عارفين غادي يندم على حياته كامله انه صفيها عليها ولا شي حاجه. هو بغى ياخذ دليل، فهو خدم الدماغ ديالو في هذه اللحظه هذه. قال لك مشى للدار، دخل الدار لقى مرتو لقى وليداته، غادي يعيط لمرتو غادي يحازها زعما في الثقه وغيسولها، غيقول لها فلانه فين كنتي في هذا الوقت هذا وشنو كنتي كديري واش كتلاقي مع بنادم، كتقول لي لا راني عندي الدار. فهنا غادي يواجهها بالفيديو، غيقول لها واش انتي لي في هذا الفيديو؟ غتقول لي والله ما انا وهادي وكذا، وكتحلف لي بالدين وكتحلف لي ما عرفتش بشنو. قال لها واش انتي لي في هذا الفيديو؟ عاود سولها عاود ثاني، قال لها واش انتي لي في هذا الفيديو؟ كتحلف لي كتقول لي لا والله ما انا، راه انا هادي راه مظلومه وراه غتكون شي وحده كتشبه ليا وراه عطا الله دوك العرب اللبنانيات وداك الشيء. غايقول لها راه انت، راه هو يقول لها ويجبد لها واحد التفصيله في الكور ديالها. قال لها واش انت واش هاد التفصيله واش هي اللي كاينه هنا؟ هنا خدنا بحال اللي كيدير البوليس مع شي واحد ملي كيشدوه نفس البلان، فهمتي؟ حطها امام امر الواقع ما عدا منين تسلت صافي بدات تبكي ديك الساعه، قالت لي لا بلاتي انا نشرح ليك وانا غنقول ليك وهذه وكذا. فهنا بدات كتعاود ليه التفاصيل كيفاش تلاقات مع هاد خونا هذا، تلاقات بيه فواحد القيصاريه ولا ما عرفت شنو. يعني تخيلوا معايا، هي مرت الراجل
يعني على ذمته على الذمه ديالو. ما عادش انا شفت سمعت في الاوديو انه كان بيناتهم واحد المشاكل، ولكن هي باقا على الذمه ديالو. راه كيقول لك واخا المراه فاش كتكون باقا يلاه كتطلق من راجلها، يلاه كتطلق، يعني مرفوعه دعوه الطلاق، كاينه دعوه الطلاق، ولكن باقي ما كاينش داك الانفصال. راه الا هذاك الراجل اللي كيطلق مرته حصل هذاك كتسمى خيانه زوجيه. هذا راه بنادم بزاف اللي ما عارفش هذا البلان هذا، ولكن هي باقا على الذمه ديالو، على الذمه ديالو، راه ما خصهاش تخونو نهائيا، ما خصهاش تفكر تشوف شي واحد ولا حتى ديك اللعبه ديال ما كاينش، هذا خصوش يكون هذا البلان نهائيا. فهي غتكون خارجه بحال هكا في ديك القيصريه، وهي راه باقا مزوجه به، يعني كنا باقا مزوجه به، هي قالت لي راه حنا كنا مخاصمين وما عرفتش شنو داك الشيء بيناتهم. غير وقف على واحد كما كتقول غير بدا يدوي معاه بلونجلي، فهو يقول لها راه باغيك وكذا. اللعبه بسهوله بسهوله، ديك اللعبه الرخص الرخص في التجلي ديالو بسهوله، مشات معاه. ماشي ديك اللعبه ابار واخا تكون ما مزوجاش، يعني هنا كتشوف باللي كاين واحد العيالات ما كيعطوش قيمه لراسهم نهائيا، ما عزيزش عليها راسها هذيك، ما كتقدرش ذاتها. واحد يلاه عرفاته في دقيقة ولا جوج دقائق ولا خمسة دقائق، قال لها كلمة داها ديك اللعبة ديال سهلة، مشا داها الراق. قالت لها هي كتعاود، تخيلوا حطوا رؤوسكم نتوما بلاصة السيد هذا، راه هو كيبكي، راه فاش كان شنو اللي أثر عليا، اللي أثر فيا، اللي خلاني ندير هاد القصة ونعاودها. هذا خونا اللي كان كيحاور فيه كيقول لي زعما كمل، قال لي راني مخنوق، راه ما جاش نكمل. قال لهم انا ما كاش نكمل، مخنوق وكيبكي. هذاك البكا ديال، تخيلوا معايا داك البكا ديال الراجل اللي كتحس به، داك البلان ديال صافي القاهره شاده، ديك اللعبه ديال الماكسيموم ماكسيموم صافي الطوب ديال هذا، كيقول لهم واش دابا انا اشنو غادي ندير في راسي دابا، وليت مشوه، وليت العالم كامل عارف البلان ديالي، العالم كامل في المدينه كامل عارفين بلي مرتي كدير دوك الافلام، حيت هو ما خرج لهاد المنبر اعلامي حتى القضيه ديال الشوه، كلشي عرف راه مرتو كدير داكشي، داكشي علاش هو بغى يوضح وبغى يدافع على راسو باللي هو راه ما قابلش على داكشي وما كانش عارف داكشي، وراه حتى هو تغدر. فما علينا، مشيت مع هاد خونا هذا، ود السيد هذا كان كيدير هو وياه الفيديوهات، وكان كيخلصها الفلوس، يعني بحال اللي داروا بيزنس، كيما كيديروا بزاف ديال العيالات دابا حاليا المغرب. وكنقول لكم الاخوان حضيو ثم حضيو ثم حضيو ثم حضيو من هاد النوع ديال العيالات، راه ولاو كيديروا هاد الشيء. راقبوا لهم تليفوناتهم مره مره، شوفوهم شنو كيديروا مره مره، حصلوهم مره مره، تتباغتوهم حتى هذيك اللعبه تقول لها بق تتباغ تحل على الباب. راه بحال هاد البلانات هادو، راه ولاو بزاف عند العيالات، لان هاد الدومين هذا مديول للعيالات اكثريه، ماشي الرجال، العيالات اللي مديول لهم الدومين. الراجل راه كيجي بحال كيستقطب، الراجل بحال اللي كيخدم، اما شكون اللي كيدير دوك الفيديوهات هما العيالات، لان اللي كونسوماتور اكثر هما كيكونوا رجال اكثر من العيالات. فهذاك الشيء علاش العيالات الدومين، مديول العيالات وفيه فلوس صحيحه، والمراه فاش كتشوف فلوس كاينين طماعه، لكن اللي كتكون كامله في الجوع كتعرف ان هاد القضيه فيها الفلوس صافي، كتولي صافي مدايره معاها، واخا تكون مرت الراجل ما على بالهاش، هي ما سوقهاش، هي مهم هي تربح فلوس، المهم يدي الفلوس. راه حضيو رؤوسكم الاخوان، كنا كنعرف انا بنادم زعما بخير، رانا درت هاد الفيديو للتوعيه قصه، واومين طون نوعي بنادم بخطوره هادشي، وبان هادشي راه كاين، ما يخفاش وما يكونش نيه بزاف. ولا بقيتي انت كتراقب شي حوايج ولا كتحصل شي حوايج، ما تمشيش تقول تكذب زعما تكذب داك الاحساس ديالك، بقى مورا داك الاحساس ديالك تكتشف الحقيقه. فصافي من واجهها بالحقيقه، السيده اعترفات، والقضيه دابا راه عند المحكمه، ما عاد طلقوا ولا ما طلقوش، المهم السيد راه دمرات لي حياته. وهو باش نقول لكم واحد الحاجه، هو دابا ما كاينش شي راجل غيبغي يشوه مرته، راه قضايا طلاق في المغرب كاينو بعض المرات، كاين شي رجال ما كيبغيش يشوه راسهم، كيقول ليه قاضي ديك اللعبه علاش بغيتي تطلق، هو راه كاين خيانه زوجيه، كيقول ليه انا صرا ما مفهمش معاه، باش ما يشوهش راسو وما يشوهش هي، ولكن هو بعدا ما يشوهش راسو، لان تخيل معايا غتبقى تيكيتا مورا ظهرك ديال ان وحده خانتك، واخا كاين عاوتاني واحد النوعيه اخرى ما على بالهاش، هذيك ما كتسواش خانتني، كاين هذيك خانتك، هذه خاينه، هذه واحد الانسانه خاينه
ما يتامنش ليها هذاك، ولكن الاخوان بحال هاد البلانات هادو راه كيتكتشفوا ديرو ديبار. الوحده اللي كتكون خائنه راه كتبان، كتبان في عينيها، كيبانو في الجسد ديالها، كيبانو في بزاف الحوايج اللي كتخون. لان صعيب المراه تخون على الراجل، الخيانه عند المراه صعب من الخيانه عند الراجل، فهمتي؟ لان التربيه ديال البنت ماشي التربيه ديال الدري، البنت كيفاش تربات ماشي الدري كيفاش تربى. صعيبه صعيبه تقبل. فالاخوان حداو رؤوسكم ثم حداو رؤوسكم ثم عرفوا مع من تزوجوا. هذه نعاود هذه النقطه هذه نركز عليها مزيان، عرفوا مع من تزوجوا، عرفوا شكون تختاروا، عرفوا داك الانسان اللي غادي تختاروه واش فيه الدغل، واش فيه المرض، واش فيه شي حوايج ما هماش. راه كاين شي حوايج سبحان الله كتكون انت مع وحده وديك الوحده سبحان الله كيبانوا امارات، ولكن انت كتكون معمي بالحب، كيبانوا امارات ان ديك البنت راه ما خداماش. شي قد تلقى انت عندها مثلا فيديوهات كدير شي حوايج نتوما عارفينهم شنو هما، ولا كتصيفط لك انت شي حوايج انت ما طلبتيهمش منها، يعني فيديوهات كدير فيهم داك الشيء. اغلبيه ديال الدراري اللي كتفرجوا فيا ضروري ما كانوا مع هاد النوعيه ديال البنات، ولكن وحده كتطلب منها كتصيفط لك ديك الساعه كتقول لها الرق كتصيفط لك ما كاينش، يا في سناب شات يا في انستغرام يا في اي لعبه، وكتصيفط لك فيديوهات بروفيسيونيل ماشي ديك اللعبه ديال انت كتصدم كتقول اه واه او او شد البروفيسيوناليزم زعما ماشي حاجه هولك. راه الاخوان هاد النوعيه ديال البنات عرف ان الا خديتيها راه قد شي نهار الشيطان يلعب بها، تقد هي تكون انت فاش تزوجتي بها تقول لا انا ما غاديش ندير هادشي، انا ما يمكنش ان ندير هادشي زعما امبوسيبل غادي نخون راجلي، ولكن الشيطان كيلعب عليا وما صاحبي العيالات راه كيلعب الشيطان دغيا كيلعب على العيالات دغيا كيلعب على المخيله ديالهم والدماغ ديالهم. ولا اعمم لا اعمم ماشي كاع العيالات، ولكن لا ماجوريتي ديال العيالات كيلعب عليهم الشيطان الاخوان. فهادشي اللي كاين، نتمنى القصه تكون عبره ليكم، ونتمنى لكم تستافدوا منها وتاخذوا منها عبره الاخوان، تبارك الله عليكم.